أتوجه إليك وأرحب بك مجددا دكتور أشرف سينجر. دكتور أشرف، هل ترى تغيرا حقيقيا في السياسة الأمريكية؟ هل ترى أن من ضمن الدوافع الكثيرة التي نتحدث عنها دائما والتي يقول أيضا ويؤكد عليها المحللون في وسائل الإعلام وراء هذا التغير الأمريكي قد يكون أيضا العزلة التي فرضت على كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في الآونة الأخيرة؟ بالتأكيد في تغير. يعني في مقالة في الواشنطن بوست كتبتها ياسمين أبو طالب، يعني بشكل واضح شرحت بالتحديد ماذا يحدث في واشنطن في البيت الأبيض. كان هناك حديث لنتنياهو مع بايدن، مع ماكرون، مع ريش سوناك بالضغط على مصر لنقل 2 مليون فلسطيني في من غزة إلى سيناء. طبعا هذا الطلب قوبل بالرفض من بايدن، من ماكرون، من سوناك. طبعا الرفض ده بيرجع لإيه؟ لأن الكلام الرئيس السيسي كان واضح بعدم وقت القضية الفلسطينية، وهذا البروبوزل السيء يبدو انه كان مطروحا. هل نتنياهو يعني بطل يضغط؟ لا، بيحاول يضغط لهذه الفكره السيئه. ولكن الامريكيين الان في البيت الابيض حالا في تزامن بين اجتماع مجلس الامن القومي الامريكي مع مجلس الامن المنعقد الان لفكره هل ممكن ان احنا نشيل كلمه وقف اطلاق النار، باعتبار ان ما زال في بعض الاصوات في داخل مجلس الامن القومي الامريكي عايزه تبقي على نقطه لا، ليس هناك وقف لاطلاق النار. وده المتبني انتوني بلينكن ومستشار الامن القومي. كلام بايدن النهارده حالا من يعني في السويعات الاخيره بيدل على انه بدا يميل الى كاميلا هاريس والى ويليام بيرنز والى وزير الدفاع، بان ضرورة وقف إطلاق النار ده أمر ضروري لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ضروري لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، في المنطقة العربية، في قيادة العالم. وداخليا استطلاعات الرأي قالت كلام مهم بالنسبة لبايدن والحزب الديمقراطي. كل من هم أقل من سن 30 سنة، 46% من الأمريكيين اللي هم أقل من 30 سنة وإحنا نازلين كده متعاطفين مع الفلسطينيين، في مقابل 27% فقط متعاطفين مع الإسرائيليين. يعني الرأي العام الأمريكي بدأ يتغير، وده هيكون له تصويت مهم في الانتخابات القادمة، ومهم لأن إدارة بايدن يجب أن تأخذ قرارات مصيرية بحل الدولتين. ما زال نتنياهو رافض فكرة حل الدولتين، يجب عليها أن يغير حكومته، يجب عليها أن يتخلص من بن عمير في تشكيلة هذه الحكومة المتطرفة. يجب أن يفهم أن العالم الآن أصبح ضد إسرائيل بما قامت به من عملية عسكرية رديئة، وصل عدد الشهداء إلى 20,000، نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء. هذه ليست عملية، لم يحرر المحتجزين بعملية عسكرية ولكن بالمفاوضات، لم يحرر المحتجزين المسجونين في فكره بأنهم ليس لهم أهمية بزيادة عدد الضربات التي أدت إلى قتل بعض المحتجزين، وأخيرا الفضيحة الأخيرة أنه حينما هرب أو خرج 3 محتجزين قام جيش الاحتلال بقتلهم. الرأي العام الإسرائيلي ضاغط بالتأكيد على نتنياهو للفشل الاستخباراتي، وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن جيش الاحتلال، السياسة العسكرية الإسرائيلية في غزة لم تعطي لأكثر من 70 يوما أي جديد على الأرض. لو رجع نتنياهو ذاكر كويس الكلام اللي قاله الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام، وفاهم جيدا الكلام الذي يخرج من دولة مركزية لها خبرة في فهم قضايا الشرق الأوسط، في فهم الإسرائيليين أنفسهم منذ 48 إلى عقد كامب ديفيد للوصول إلى بناء سلام تحافظ عليه مصر لاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وهناك تأكيد مهم على أن يجب على الإسرائيليين أن يعيدوا بناء غزة بعد التكسير والهدم.